بسم الله، شوف مع بعض ازاي ابدأ احسب الحفر والردم في المشروع بتاعي. دلوقتي ده المبنى، عايز ابدأ على الموقع. هدخل مسج ان سايت، هقول له تو سيرفيس، تمام، وابدأ احدد النقاط بتاعت المسطح بتاعي. احدد مثلا وليكن 4 نقط واكتب الفيجن بتاعي. ممكن تفترض انها بزيرو، ب4 متر، 10 متر، زي ما انت عايز. انا كده افترضت ده المسطح بتاعي. ممكن في اي وقت اضيف بعض النقط او اطرح بعض النقط، او ان انا اغير ارتفاع اي نقطة فيهم. دلوقتي اضيف نقطة، تمام، ممكن تضيف نقطة في نص السايت او بره السايت، مفيش مشكلة، هي هتبدأ تتضاف عادي. دلوقتي بقى عايز ابدأ اشوف الحفر، فاقول له مسج اند سايت واقول له جريدد ريجن. فبيقول لي هل انت عايز تعمل واحدة اكزاكتلي اللي موجود دلوقتي، ولا انت عايز النقط. فاقول له اول واحدة، اول اختار الاولاني، وهبدأ اعمل سيلكت للسايد بتاعي، تمام. لاحظ هنا ان النط الحفر والردم بصفر، لسه ما بدأتش. هقول له بليس بوينت، اخليها مثلا بالسالب على اساس ان انا هحفر. هخليها مثلا سالب 4 متر، فهو اوتوماتيك بدأ يحسب لي ان في قط موجود، بس لسه ما فيش ردم فيل، فيش مثلا في منطقة عايز ازود فيها التراب مثلا، هبدأ ازود النقط. فبدأ عندي يبقى في فيل، وفي عندي دلوقتي لما انا عامل سيلكت للتوبوغرافي بتاعي هيقول لي ان عندك الفيل قد كده 63، القط 232، هو بقى يحسب الفرق بينهم. ابقى ده الصافي بتاع الحفر والردم.